البشر في ملف حقوق الإنسان هو أن كان هناك فرص ضائعة للإصلاح. أول فرصة ضائعة للإصلاح كانت على يد مجلس الشعب في أول 6 شهور من عام 2012، لأن مجلس الشعب كان أمامه فرصة في تعديل بعض القوانين، ونحن نعلم أن ذلك كان وقت حكم العسكر. فأنا نزعم أن كان مجلس الشعب الحرية تعديل كل شيء، ولكن كان هناك فرصة للإقامة ببعض الإصلاحات التي كانت ستحسن من كل إنسان على نهاية العام. من ضمنها على سبيل المثال أن في شهور فبراير ومايو ناقشت قانون الأحكام العسكرية، وأخطأ مجلس الشعب في تعديل قانون الأحكام العسكرية للحد من المحاماة العسكرية للمدنيين. كان هناك نقاشات في مجلس الشعب لقانون الجمعيات وقانون تداول المعلومات الميزيق، كانت مشاريع قوانين ليست سيئة، وكنا نرى أن قانون الجمعيات المطروح كان سيحسن الوضع بالنسبة للمنظمات الحقوقية، ولكن لم يكن هناك وقت لإصدار هذا القانون. ولكن هناك قوانين أخرى مثل قانون النقابات المستقلة، هناك أكثر من 800 نقابة مستقلة اليوم لا تتمتع بالحماية القانونية، ورفض مجلس الشعب إقرار قانون النقابات المستقلة الذي كان نقش بمشاركة النقابات المستقلة وتحت إشراف وزير القوى العاملة السابق من بدءا من مارس 2011. فيعد ذلك ايضا اخفاق في حمايه النقابات وحق التنظيم وحق القيام بنقابات مستقله وتعني الحركه العماليه من غياب هذه الحمايه القانونيه حتى الان. اذا تطرقت بعد ذلك الى جمعيه تاسيسيه مره اخرى، فرصه ضائعه لحمايه كل انسان، لان القانون للدستور الذي انتهينا به في مصر دستور